इसमें क्या ना हो, नहीं साथ ना हो, इससे खुद निकालना करो कि कहीं इनको इस पर जुल्म ना करो, बल्कि दूसरी से निकाह करा दो, और दूसरे से निकाह कराने में रोको नहीं, ये बात। وبي قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال كنزلا في الوالي ولي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه وبي قال والي حاجت كرا بقدر معروف خسكت وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه في قوله عز وجل ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال كنزلت في ولي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة وبه قال حدثنا أبو كريب وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال عنها في قوله عز وجل إذا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر قالت كان ذلك يوم الخندق وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا الآية قالت أنزلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد طلاقتها فتقول طلاقها فتقول لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل مني فنزلت هذه الآية كنت میں اپنے حقوق چھوڑ دوں تو سلے کر لے کہ بیوی کے طلاق مت کرو میں تو حقوق چھوڑ دوں انت في حل مني نا تو حقوق چھوڑ دوں وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثله وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت لعائشة رضي الله عنها يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم صحابہ کے بارے میں دعا کرنے کا حکم دیا والذین جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا کے بعد کے لوگ اپنے پیشتر اسلاف کے لیے دعا کرتے ہیں تو شیعہ لوگوں نے ان کے لیے دعا کرنے کے بجائے ان کو کیا کیا ان کو گالی دی قرآن کا حکم الٹ دیا شیعہ لوگوں ادھر جائز نہیں پڑھنا بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثله وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ الأنباري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال اختلف أهل الكوفة في هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فرحت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال لقد أنزلت آخر ما أنزله ثم ما نسخها شيء وبه قال حدثنا محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر ها وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال جميع حدثنا شرط بهذا الإسناد في حديث ابن جعفر نزلت في آخر ما أنزل وفي حديث النضر إنها لمن آخر ما أنزلت وبه قال حدثنا محمد المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال أمرني عبد الرحمن بن أبزاء أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فسألته فقال لم ينسخها شيء وعن هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قال نزلت في أهل الشرك وبه قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو النضر قال
أبو النزر هاشم بن القاسم الليثي قال حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآية بمكة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى كونه مهانا فقال المشركون وما يغني عن الإسلام وقد عدلنا بالله وقد قتلنا النفس التي حرم الله وآتينا الفواحش فأنزل الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا إلى آخر الآية قال فأمنا من دخل في الإسلام وأقله ثم قتل فلا توبة له وبه قال حدثني عبد الله بن هاشم وعبد الرحمن البشري العبدي قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد القتان عن ابن جريج قال حدثني قاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما ألمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة قال لا فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخر الآية قال هذه آية مكية نسختها آية مدنية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وفي رواية ابن هشام فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان إلا من تاب اور یہ حالت ایمان والوں کے بارے میں کہ ایمان لانے کے بعد اور اسلام سمجھ لینے کے بعد وہ قتل کرے گا تو ہمیشہ جہنم میں رہے اس کی توبہ قبول تو صحیح ہے یہ کہ یہ آیت مومنوں کے لیے ہے لیکن خالداً کا مطلب یہاں پر زمانن طویلاً کا ہے کیا ہے زمانن طویلاً کا ہے کہ یہ بہت دنوں کے تک کیا رہے گا وہ جہنم میں رہے گا قاتل نفس اور لا توبت لہو تو ایسا ہے کہ جرات کر کے کیا ہے اس نے تو لا توبت لہو ورنہ تو اللہ تعالیٰ تو توبہ کو تو کیا کر دیتا ہے اللہ بغیر اللہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں تک سزا دینے کے بعد معاف کر دے اور توبہ بھی قبول فرما سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ابن عباس نے وہ زجرن و توبیخن کہا کہ یہ آیت ناسخ ہے کہ آیت تاکہ کوئی گناہوں پر کیا نہ کرے جرات نہ کرے ورنہ تو ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہنا پڑے گا اور ہمیشہ ہمیشہ مطلب بڑے لمبے زمانے کا وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهارون بن عبد الله وعبد المحمد قال عبد حدثنا وقال الآخر عن حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو عميس بن عبد المجيد بن سهيل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال لابن عباس رضي الله عنهما تعلم وقال هارون تدري آخر سورة نزلت من القرآن نزل جميعا قلت نعم إذا جاء نصر الله والفتح قال صدقت وفي رواية ابن أبي شيبة تعلم أي سورة لم يقل آخر وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا أبو معاويه قال حدثنا أبو عميس بن عبد الإسلام مثله وقال آخر سورة وقال عبد المجيد ولم يقل ابن سهيل وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبد الضبي واللفظ لابن أبي شيبة قال حدثنا وقال الآخر عن حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه وقال لقينا من المسلمين رجلا في غنيمة له فقال السلام عليكم فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة فنزلت ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا وقرأها ابن عباس السلام وبه قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبتها وبه قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار واللفظ بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول كانت الأنصار إذا حجوا فرجوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها قال فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه فقيل له في ذلك فنزلت هذه الآية وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها پھر اگر ضرورت پڑتی تھی آنے کی ابھی اس کو یاد آ گئی کوئی بات تو کہتے آپ دروازے سے نہ آؤ پیچھے سے خان کر کے آؤ تو قرآن کا یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے دروازے سے آؤ اور
وبه قال حدثني يونس بن عبد الله على الصدفي قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن ابي هلال انا وانا بن عبد الله عن ابي هلال ان ابن مسعود رضي الله عنهما قال ما كان بين اسلامنا وبين ان اعتبر الله بهذه الايه الم يأنن الذين امنوا ان تخشى قلوبهم لذكر الله الا 4 سنين وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر الحا وبه قال حدثني ابو بكر نافع ولد له قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين سيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول من يعيرني تطواف تجعله على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أهلنه فنزلت هذه الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد. عن ابن عباس رضي الله عنه حضرت ابن عباس رضي الله تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت کعبۃ اللہ کا طواف کرتی تھی برہنہ ہو کر اور کہتی تھی کہ میں معیرونی طواف ہوں کوئی مجھے عاریت پر کپڑا دے دے طواف کرنے کے لیے بس شرم گاہ پر سر کہتی تھی تھوڑا سا کپڑا لنگوٹ ٹائپ کا اور گناہوں کے کپڑے میں نہیں کرتی تھی وہ قریش سے مانگتے تھے وہ لوگ کپڑا وہ بھی تھوڑا سا فرض پڑا اور شعر پڑھتی تھی اليوم یبدو بعضه او کله آج یا تو پورا جسم ظاہر ہو جائے گا یا تھوڑا سا جسم ظاہر ہو جائے گا فما بدا منہ فلا اہلہ جو ظاہر ہوگی میری شرمگاہ وغیرہ یا جو بدن کی چیزیں وہ بھی کسی کے لیے حلال نہیں کروں گی کہ اس سے تمتو کر لے کوئی نہ محرم آ کر کے اور تو مطلب پاک دامن رہنا چاہتی تھی لیکن طواف کرنا کرتی تھی تو قرآن نے کہا یہ نیکی نہیں ہے خود زینت نہیں کر لیے مسجد یعنی زینت سے مراد لباس لباس اچھے سے اچھا پہنو عبادت کے وقت طواف کے بعد نماز پڑھنے جاؤ تو بھی لنگی میں نہ چلے جاؤ رات کی لنگی میں سوئے اس میں رات میں پتہ نہیں پیشاب وشاب بھی کر لیا اور کسی کو ایسا نہ کرو اچھے لباس میں جایا کرو نماز پڑھنے پہنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال حدثنا ابو بكر وابي شيبه وابو كريب جميعا عن ابي معاويه واللفظ لابي كريب قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا العمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال كان عبد الله بن ابي بن سلول يقول لجاريه له اذا بي فابغينا شيئا فانزل الله عز وجل ولا تبرموا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن لهن غفور رحيم. لهن تشريك لي قران لهن لي. وبه قال حدثني ابو كامل الجحدري قال حدثنا ابو عوانه عن الاعمش بن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه ان جاريه لعبد الله بن ابي ابي يقال لها مصيده واخرى يقال لها اميمه فكان يريدهما على الزنا فشكتا ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا الى قوله غفور رحيم. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن الاعمش عن ابراهيم عن ابي معمر عن عبد الله في قوله عز وجل اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله قال نفر من الجن اسلموا وكانوا يعبدون فبقي الذين كانوا يعبدون على عبادتهم وقد اسلم النفر من الجن اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله اولئك الذين يدعون اولئك کا منصوب ہے مرجع وہ لوگ الذين يدعونهم ان کی زمین جن کو یہ مشرک پکارتے تھے وہ لوگ جن کو یہ ان کی زمین محسوس ہے جن کو یہ مشرک پکارتے تھے دعائی دیتے تھے عبادت کرتے تھے وہ خود بھی اللہ سے تقرب کرنا چاہتے ہیں مطلب جنات ہیں جناتوں کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے کون مشرکین اب وہ جنات مسلمان ہو کر کے کس کا تقرب چاہ رہے ہیں اللہ کا اور یہ اپنے شرک پر بچے ہوئے ہیں کون مشرکین. وبه قال حدثني ابو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن ابي معمر عن عبد الله اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله قال كان نفر من الانس يعبدون نفرا من الجن فاسلم النفر من الجن واستمسك الانس بعبادتهم فنزلت اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله. وبه قال کہ جن کو یہ لوگ خدا بناتے ہیں وہ تو خود اللہ کے بندے ہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عزیر یا ملائکہ جن کی یہ لوگ پوچھتے ہیں وہ معبود تو نہیں ہیں
وتقود الله في بلد. وبه قال حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة عن سليمان بهذا الإسناد. وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا حسين عن قتادة عن عبيد الله بن معبد عن عبد الله بن معبد الزماني عن عبد الله معبد الزماني عن عبد الله بن عقبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون